شويه. ولي قراء مصر سيدنا الشيخ محمود الخشن، عايز اكبر تحيه لي من الجمهور. صابر لا 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 عادي شغال بس لا عشان بقى الشاشه نعم هو التليفون ده تبسم ضاحكا يا الله اكبر الله يفتح عليك وقال ربي وأدخلني برحمتك في عبادك لا يحكمنك سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. الله 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 تبسم ضاحكا من قومها. الله يبارك لك يا تبسم ضاحكا من I'm
صابر يا علم تعاليك. قرآن الفجر يوم السبت إن شاء الله عم الشيخ محمود. ربنا يوفقك يا رب. فجر السبت. فجر السبت هاي. فجر السبت. بكرة بالليل. أمال يا سيدي. أمال إيه. وأن أعمل صالحا عليك. وتفقد عطيك تمام. وتفقد عطيك محمود. ربنا يبارك لك يا ربنا يعزك يا شيخ محمود. لولا أذبحنه وأنا يأتيني بسلطان مبين. فلقف غير بعيد. الله الله الله. فقال الكلام بتاعكم جميل وهيرد عليكم. فما كفى غير بعيد. شكر الله ذنبك على الجعان. شكر الله وسعيك. فما كفى غير بعيد. تعاليك. عليك. قول له كمان مره ابوك الخشب بقول لك كمان مره. ما
اكبر. ايه ايوه الليالي الكبار دي عم نحكي سعيد ابو الصالح. لك فغير بعيد الحق سعيد ابو الصادق ربنا يطول عمرك سيد الوزير. كل الاصحاب والاحباب منورين، انا مش لاقي حاجه ارد على حضراتكم بصراحه يعني. فقال احط بما لم تحط به. قال أحط بما لم تحط به وعهدتك من سلام عليكم.
الجمعة أستاذ السيد المحترم رد علي أنت وأهل صنع الحجر والحسنين. مولانا ما يعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم مولانا ألا يسجدوا لله اشتغل الله يفتح عليك وهو يسجد مولانا ابوك بقول لك تاني ابوك بقول لك تاني كمان بقول لك الا يسجد تاني الله اكبر اللي عايز يعمل ليله نار جيب سيدنا الشيخ الخشن مع الشيخ محمود ابو صالح الاثنين متفقين الصلاه على سيدنا النبي لا والله متفقين على الخير يا سيدنا ربنا يبارك لنا في عمرك استاذ احمد فكري الجويش منور وجدتها قومها يسجدون للشمس القناة الرابعة ان شاء الله وعلى قناة المحور تي بي سي يا سيدنا ما شاء الله عليك ربنا يبارك لك يا شيخ محمود شرف مشرف والله شرف يا شيخ محمود ربنا يخليك ابوك احمد الشربجي احمد الشربجي القادم باذن الله افضل مهندس اسلام الغن نور يا باشا انت وحشني يا عم اسلام على فكره مش عشان Oh,
يفتح عليك ويبارك لك. صابر اذهب بكتاب. انت بتعمل ايه يا اخي؟ يا اخي انا بحب اسمعك ل 24 ساعة. لا اله الا الله. خمس دقائق لابو الخشت. اذهب بكتابي هذا فأرقه إليه ثم تعالى كتاب كريم.
عليك. استاذ حمد طه منور. صافي. شرباجي باشا منور يا عالمي. الله يبارك لك يا محمد زيزو، ربنا يبارك لك يا دكتور، وبارك لكل الاصدقاء الاعزاء المحترمين. شكرا لحضراتكم جميعا. انا مش متذكر الاسماء على الشيخ احمد ابو خاطر، معلش سامحوني ان كنت مقصر في اسم حد من حضراتكم، يعني انا عم الشيخ ياسر التهامي. وانا يا ايها عليك يا سيدنا، ربنا يعزك يا شيخ محمود. حاج مجاهد، يا حاج مجاهد، بقال الله لا تعلو علي وقتوني مسلمين. ابو صابر ما شاء الله، نور ابو الحاج، الله يكرمك، ربنا يبارك في عمرك يا رب. اشيلها، استنى اشيلها، اشيلها اشيلها، انا هجيبهم جنبي هنا. قالك يا صابر عليك. اسمك كبير واسمك وصوتك في كل الاذان، والله ربنا يبارك لك كمان يا سيدنا. قهوة خضراء يا أستاذ، نط هات منه كوباية قهوة خضراء، هات منه واحدة خضراء.
هو. هات يا استاذ محمود. وجعلوا عزة اهلها وكذلك يفعلون. أبو جناوي منور الدنيا. وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. ولما أصيب قال أتمدونني ربنا يعزك يا شيخ محمود. ما شاء الله يا سيد ما شاء الله. خلي نصر بن شمال منور الدنيا يا باشا. سمعت ابو موسى احنا هنا في القليوبيه. القليوبيه مصنع رجاله. حياكم الله. بل بهديتكم تفرحون. ابنا يا حبيبنا يا رسول الله. مستر منعم اسماعيل منور. يرجع اليك يا باشا. استنى استنى حط 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 البتاع. انا عايز اصور الداله الجميله. الله اكبر. الشيخ احمد هندي حجاب منور عليك. دي بقى هو خضر. ودي سيدنا هو خضر جميل. والله لا تقولها تاني. والله والله الله عمر بيسمع. اقعد في حته يا جعبري. سد الترجه انت. سد الترجه. اقعد في ناحيه. صلي وسلم وبارك عليك يا سيدي يا حبيب الله. عليك. ايكم ياتيني بعرشها قبل ان يأتوني مسلمين.
قديمة. نعم يا عمي. نعم. مولانا هو شرف لعليك يا سيدنا. قول له يا عم هتدي المعنى. قول له يا عم يفتح عليك. اعملها زي ما قلنا. الله يفتح عليك. وإني عليه لقوي أمين. ارجع بقى تاني.
مبسوطين بمشاهدة حضرتك يا حمدي بيه، والله وحشني. يابا الحاج الخشت. يا سيدنا. ايوه كده اللي ده هو قاعد. ابوك الحاج بيقول لك انت هتجنننا حاج محمود. وقوتينا يا عيطا من قبلنا وكنا مسلمين.